الماري مدير السجل المحلي بتطوان. اليوم تحتفل مؤسسة السجل المحلي بتطوان بالذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هي مناسبة دأبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومختلف المصالح الخارجية التابعة لها على الاحتفال بها في 29 أبريل من كل سنة. هذا التاريخ من سنة 2008 تم إحداث المندوبية العامة بمقتضى قرار أو ظهير ملكي شريف أصدره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، معطيا توجيهاته السامية بضرورة النهوض بقطاع السجون وتأهيله من خلال اعتماد تدبير دقيق واحترافي للعمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من تفعيل دورها في مجال الأمن والإدماج وأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة السجناء. منذ ذلك الحين خرطت المندوبية العامة في مجموعة من الإصلاحات في مختلف المجالات، كان الهدف ديالها هو تنزيل التعليمات الملكية وتنفيذ وتفعيل السياسة الحكومية في هذا المجال. طبيعة الحال ذلك تم تماشيا مع المقتضيات القانونية والدستورية والمواثيق الدولية اللي كتعنى التي تعنى بحقوق الإنسان وخصوصا السجناء والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السجنية. في هذا الإطار تم إحداث جائزة الموظف المتميز، حيث أنه في كل سنة كنحتفلوا بموظفين، موظف وموظفة في كل مؤسسة سجنية بناء على مجموعة ديال المعايير كتتعلق بالأداء المهني ديالهم. كيتم منحهم هذه الجائزة عرفانا تميز ديالهم في الأداء المهني وتشجيعا لهم على مزيد من البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب. أرنا اليوم بدعوة كريمة من السيد مدير السجن المحلي بتطوان في اليوم الذي تحتفي فيه المندوبية العامة لإدارة السجون بالذكرى السنوية 14 لتأسيسها. طبعا نحن كهيئة المحامين بتطوان تربطنا بالمؤسسة السجنية بمدينة تطوان علاقة متميزة يطبعها الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الدائم طبعا لإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي تعتري علاقة الدفاع بالمؤسسة السجنية. أود بهذه المناسبة أن أحيي السيد المدير المؤسسة السجنية على هذه البادرة وكذلك على تواصله الدائم معنا.